الحمد لله وصف نفسه بالحلم فقال: واعلموا أن الله غفور حليم. سبحانك يا ربنا، آثار حلمك على العباد ظاهرة، فمنهم من ينكر وجودك وتحلم عليهم، ومنهم من يزعم أن معك إلها وتحلم عليهم، ومنهم من يرتكب الكبائر وينتهكون محارمك وتحلم عليهم. أفلا يدعون هذا إلى أن يحلم بعضنا على بعض، وإلى أن يظهر فينا أهل للحلم والنهى؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عصاه إبليس ثم قال له: أنظرني إلى يوم يبعثون. فحلم الله عليه وقال له: إنك من المنظرين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله جمع الله له مكارم الأخلاق ووصفه بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبين عليه السلام هدف بعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. جاءه أعرابي فجبذ رداءه جبذة شديدة أثرت في صفحة عاتقه، وقال له بغلظة: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله ثم ضحك ثم أمر له بعطاء صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الميامين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان. وصل اللهم على كل مسلم يظلم غيظه ويعفو عن من ظلمه ويكف أذاه وشره عن المسلمين إلى يوم القيامة. أما بعد، قيس بن عاصم صحابي جليل اشتهر بحلمه، ومما أثر عن حلمه أنه كان يوما يجلس بفناء داره محتبيا وهو يحمل سلاحه كعادة العرب حينئذ، وهو يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقالوا له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. فماذا فعل قيس بن عاصم حين رأى ابنه مقتولا على يد ابن أخيه، وابن أخيه أمامه مقيد بالأغلال؟ قال الذين شهدوا الحادثة: والله ما حل حبوته ولا قطع كلامه. فلما أتم التفت إلى ابن أخيه فقال له: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أثرت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك وقللت عددك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني إلى ابن عمك فحل كتافه وواري أخاك وسق إلى أمك 100 من الإبل دية ابنها فإنها غريبة لعلها تسبو عنك. أيها المؤمنون، هذا الصحابي الجليل يعلمنا كيف نواجه حوادث القتل حين تقع. فأول شيء نفعله أن نتروى وألا نتصرف بردة فعل، وهذا هو الحلم الذي أمرنا الله به والذي علمنا إياه قيس بن عاصم. لأن المشكلة إذا كبرتها كبرت، وإذا صغرتها صغرت. يا مسلمون، لقد علمنا قيس بن عاصم وهو يرى ابنه أمامه مقتولا على يد ابن أخيه
أن نلقي من قاموسنا ومن عاداتنا ومن سلوك حياتنا المثل الذي يقول: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. لأن هذا من نصرة الظالم على ظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننصر المظلوم ونأخذ على يد الظالم، ولأن هذا المثل يقوم على العصبية المنتنة التي حرمها الله ورسوله. أيها المرابطون، وعندما أُذي بابن قيس بن عاصم مقتولا على يد ابن عمه، كان قيس يحمل سلاحه لكنه لم يقتل ابن أخيه، ولم يأخذ بالثأر، ولم يحرق البيوت، ولم يروع الأطفال، ولم يخرج النساء من بيوتهم، ولم يعتدي على أحد، لم يشارك في القتل، لأن كل ذلك محرم، ولأن كل ذلك له عواقبه الوخيمة، ولأن كل ذلك ينبني عليه أحكام شرعية فاسمعوها. فمن حرق أو خرب ممتلكات أو ألحق أبا بأهل قاتل كان ضامنا لذلك كله، وعليه تبعته ووزره في الدنيا والآخرة. فيا من تزعمون أنكم مرابطون، كيف تفعلون هذا كله وتستبيحون حرمات المسلمين؟ أيها الناس، يا من طاشت عقولكم وألقيتم أحكام الله تعالى خلف ظهوركم، فاجترأتم على قتل المسلمين وعلى الاعتداء على أموالهم وأعراضهم ودمائهم بغير حق، بل طيشا وجهلا وظلما وعدوانا، اسمعوا لقيس بن عاصم ماذا يقول لكم: لقد قال لابن أخيه الذي قتل ابنه وتعدى وطاش وظلم، قال له: لقد أثمت بربك، يعني ارتكبت إثما لا يغفره الله لك أيها القاتل، لا يغفره الله لك بقتلك مسلما مثلك معصوم الدم. وأنت يا من تحرق البيوت وتخرب الممتلكات وتروع النساء والأطفال بحجة الثأر من أهل القاتل، أثمت بربك، ووالله لم أر في حياتي جبانا وجاهلا مثلك. تتجرأ على أناس وتروعهم ظلما وزورا وبهتانا، أين ذهبت العقول؟ وأين إيمانكم الذي في الصدور؟ يا عباد الله، يا مسلمون، ألا يصدق في هؤلاء قول الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها المسلمون، وقال قيس بن عاصم لابن أخيه الذي قتل ابنه، قال له: وقطعت رحمة أيها القاتل، أنت بقتلك المسلم تقطع رحمة وتغضب الناس فيك، فالناس لا تحب المجرمين القتلة، ثم أنت كنت تظن نفسك شجاعا فقتلت، وأنت بعد قتلك تهرب وتختفي، وهذا مصير أمثالك الجبناء الذين لا يخافون الله. يا مسلمون، وقيس بن عاصم يقول للقاتل: وقللت عددك، فيا من تقتل أخاك المسلم أنت خارج عن صف المرابطين، لأن قتلك لمسلم نصرة وإعانة للمحتلين، ولأنك بقتلك المسلم قللت من عدد المرابطين. لقد خسر المرابطون بسبب طيشك مرابطا، قد يكون له من البلاء الحسن ما يساويك ويساوي أمثالك. فانظروا يا مسلمون كم خسرنا من المرابطين، خسرنا العشرات بسبب جراح القتل. أيها القاتل المجرم، أيها الشاب الطائش، لا تغتر بقوة عضلاتك فسوف تأكلها الديدان في حرمك، ولا تغتر بطول جسمك وعرضك فسيبلى جسمك في قبرك، لا يغرنك أصحابك وأهلك وعشيرتك فسيتركوك يا مسكين،
تواجه مصيرك وحدك حين يدفنون. أيها المسلم، لا تدخل قبرك ويداك ملطخة بالدماء، ولا تدخل قبرك ولسانك ملطخ بما حرم الله، لا تدخل قبرك وقدماك ويداك جريئتان على إيذاء المسلمين، فكل ذلك عاقبته النار وبئس المصير. أيها المسلم، إذا أمضيت غضبك واعتديت على أخيك المسلم كنت كالحيوان في إمضاء الغضب، فهل ترضى أن تكون كذلك؟ وإن أنت تركت غضبك لله كنت أنت شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء، أفلا ترضيك شراكة النبيين؟ أيها المرابطون، لقد أعطانا قيس بن عاصم درسا عمليا في الحكمة والحلم، حري بنا أن نأخذ به في بيت المقدس وأكنافه. وهذا الدرس هو عند حدوث جريمة القتل أن نواري شهيدنا المقتول بدرا، وأن نقتل بالدية إيمانا واحتسابا، لأن الحاكم المسلم هو الذي ينفذ القصاص، وأن نحتكم إلى الله ورسوله في كل شؤون حياتنا. فنحن نعيش في ظل احتلال، ونعيش في ظل فوضى عارمة لا حل لها إلا بأن يمن الله علينا بتطهير بلادنا من الظالمين، وبأن يحكمنا رجل صالح بكتاب الله وسنة رسوله. أيها المؤمنون، أول ما نحتاجه في مثل أوضاعنا التي نعيشها أن نجمع مكارم الأخلاق كما رأيناها في قيس بن عاصم، ومكارم الأخلاق والتي نفقدها اليوم جمعها الله في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا مرابطون، أخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين هي الركائز التي تردنا في فلسطين إلى ديننا، وتحفظ علينا وحدتنا ووجودنا ورباطنا. لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذا؟ قال: يا محمد، إن ربك يقول هو أن تصل من طعنك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. أيها المؤمنون، إذا وصلتم من قطعكم فقد عفوتم عنهم، وإذا أعطيتم من حرمكم فقد آتيتم بالمعروف، وإذا عفوتم عمن ظلمكم فقد أعرضتم عن الجاهلين. وهذه أعلى المنازل والمراتب، فهلموا إليها وتنافسوا فيها وتفوقوا بهذه الآية وعضوا عليها بالنواجذ. أيها المسلمون، أيها المرابطون، هناك حقوق للمسلم على أخيه المسلم يجوز فيها التساهل والمسامحة، وهي المقصودة بقوله تعالى: خذ العفو. فحقوق المسلم المالية من حقه أن يأخذها، لكن إذا تساهل وسامح وأنظر المدين كان ممن أخذ بالعفو وتخلق بهذا الخلق الطيب. أيها المسلم، تركك الغلظة مع أخيك المسلم عفو، وتركك الفظاظة مع أخيك المسلم عفو، والرفق عفو، واللطف عفو. ألا تحب أن تكون ممن يتصف بصفة العفو التي مدح الله بها رسوله فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. يا أحباب المسجد الأقصى، تذكروا أن الله يريد منكم أن تكونوا قوة المتحابين، تنصرون دينكم وتجمعون على الخير والحق صفكم. ومن حق بعضنا على بعض أن نصبر على من جهل علينا وأن نعرض عنه، فالرجل الشجاع والبطل منا هو الذي يصبر على سوء أخلاق الذين حوله، ولا يقابل أقوالهم المؤذية والمخالفة للشرع بمثلها، ولا يقابل أفعال الناس السيئة والخسيسة بأفعال خسيسة مثلها. لما نزل قول الله تعالى: وأعرض عن الجاهلين،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي كيف والغضب؟ فنزل قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء في الحديث الشريف: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه. وفي رواية: ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. فاللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك الآخذين بالعفو والآمرين بالمعروف والمعرضين عن الجاهلين. عباد الله، استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإنه سبحانه غفور تواب رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيته من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق للمسلم على أخيه المسلم، وهذا الحق أمر الله المسلمين به جميعا في قوله: وأمر بالعرف. يا عباد الله، يا مرابطون، حق المسلمين عليكم بأمرهم بالمعروف وبنهيهم عن المنكر، لا يجوز التساهل والمسامحة فيه. وتساهل المسلمين فيه هو ظلم لأنفسهم وظلم لغيرهم من المسلمين، وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر الجرائم التي يرتكبها حملة الشريعة والدعاء وعامة المسلمين. وهذا الذي أمر السفهاء بالمنكرات وبما يخل بالمروءة، وجعل الناس يهجمون على المحرمات ولا يراعون الحرمات، حتى عمت المنكرات في البيوت والمؤسسات والطرقات، وحتى صار للمثليين الضغطيين والشواذ من الجنسين وجود في مجتمعنا وجرأة على الظهور بهذه الفاحشة التي أغضبت الله تعالى على قوم لوط فأنزل بهم عذابه. وعليه لن تبرأ ذمة علماء الشريعة في فلسطين، لن تبرأ ذمة أرباب الفكر والتربية في فلسطين، حتى يقوموا قومة رجل واحد للتصدي لهذه الفواحش والمنكرات، وحتى يمنعوا المثليين من الظهور بفاحشتهم ومن التواجد في أرضنا المقدسة والمباركة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها المؤمنون، وأول ضغط وآخره في بيت المقدس وأكنافه يكون بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وذلك يكون بإظهار الدين. فلا تتركوا الأمر بالمعروف ولا تهملوه، وأظهروا الدين وخذوا بالعفو وأعرضوا عن الجاهلين. فتركنا ذلك كله هو الذي جعل مجتمعنا يطيش بالاقتتال بالسلاح وبإراقة الدماء بغير حق وبالشجارة التي لا يخلو منها يوما أو ليلة. وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أوصل أسرانا إلى هذه الحالة من العذاب والإمراضات عن الطعام لعشرات الأيام، وإلى طول مكث الأسرى في المعتقلات لسنوات طويلة، وهو الذي جعل البيوت تهضم وتشرد عائلاتها، وهو الذي أدى إلى الاعتداء على أمواتنا في قبورهم. وتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي سيؤدي إلى أن ينزل الله عذابه على عامة الناس مؤمنهم وفاجرهم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين سألته إحدى زوجاته: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هو الزنا وكل معصية يجترئ الناس عليها. فإذا كثر في المعاصي ولم ينكرها المسلمون، وإذا كثر في المعاصي وأنكرها المسلمون لكن دون استجابة من الناس
فلم يتركوا المنكر بل أصروا على فعله كما هو حالنا اليوم. فحينها ينزل الله عذابه على عامة الناس صالحهم وفاجرهم. فسارعوا يا مسلمون إلى التوبة، إلى التوبة من التقصير بالأمر بالمعروف، واقطعوا دابر المنكرات. توبوا إلى الله من الغضب والجهل ومن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال، والتفوا حول أقصاكم في كل صلاة من صلوات الليل والنهار. فالأقصى روحنا وأهم معاقلنا على هذه الأرض المقدسة التي ملكنا الله إياها. فاحفظوا دينكم ومقدساتكم وكونوا مع أقصاكم كما تكون الروح مع الجسم لا تفارقه. يا عباد الله، سنصلي صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة مباشرة، فلا الآن اعقد النية على التوبة النصوح حتى يتقبل الله منا صلاتنا وينزل علينا بركات السماء. فمن كان منكم ظالما لغيره فليعقد النية الآن على رد المظالم لأصحابها، ومن كان ظالما لنفسه فليعقد النية الآن على العودة إلى ربه قبل أن يدركه الموت. اللهم إني أبرأ إليك من كل منكر يفعله الناس، اللهم إني أبرأ إليك من كل معصية، اللهم إني أبرأ إليك من كل ذنب، اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك، اللهم إنا نعوذ بك أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه يعطكم. وعند يوم وصلى بأخر الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم.